كنا بدنا نبعث يعني اي ولد، انا ما عندي اولاد، بدي ابعث الاولاد اصير اقول لهم تعوا بس جيبوا لي اكل لامي من تحت، صاروا يخطفوا من عنا من تحت البناي. في بنت عمرها 5 سنين خطفوها من اختها، اختها صف اول. اجا واحد تاري هو زلمه مو مره، مفيم لابس لباس جبهه نصره، صاروا يخطفوا من هون من عنا اولاد، اخذوها يا حرام قعدت عندهم 3 ايام. هالثلاث ايام جابوها عند حاويه الزباله قدام مشفى السل، كبوها راحوا اهلها يعني جابوها، لما نطلعوا فيها وانه كثير مفضين امعائها اخذين امعائها ايه وجابوها اهلها. ورجعوا كمان في وحده عند الدكتوره هون بالمشفى قالت لها زكاتك بس امسكي لي هالبنت باللفلوفه امسكي لي اياها بس لا اروح اسقي بنتي مي، راحت تسقيها مي قاموا كمان طلعت هذيك بالبنت اخذتها وراحت، خطفتها وراحت، كمان نفس الموال اخذين كل شيء فيها مفضينا يعني كل شيء لا يحمونا هون، انه يعني انه اذا رحتي على مشوار اخذي صبي معك، يعني معك ماشي وما بتأمني، ما بتأمني له. انه ما بتعرفي شلون بيهفوه من ايدك، بيروح. يعني كثير كثير عنا نحن النسوان صرنا نخاف ننزل بنروح نجيب غرضنا، يعني انا امي هون ما بأمن بتركها ما عندي حدا. جوزي قتلوا لي اياه. كان ما بيعرف جوزي انه هون يعني هذا المكان فيه الغام او شيء، لغموا الطرقات كلها عنا. قام جوزي توفى، كان جوزي رايح من هون في هنيك مصلح موبايلات، قال لي راح اروح خلي الزلمه يشغل لك كهرباء، رايح اصلح الموبايل واجي. راح لاول جسرين كانت هاي الطرقات هن عم يلغموا فيها. مين هن؟ جيش الحر. وكان هنيك ما بعرف شو الفيصيل الثاني معهم، لغموا الطرقات. جوزي ما بيعرف يا حرام انه هذا هون تلغم ولا لا، تاري ملغبين الابوات كلها مكانة البشر فيها مشان اذا فات الجيش بفجروها بالعالم مشان الجيش ما يلحق يلاقي يعني سكان. ايه وراحت عالم كثير، ابو راح يعني بالعالم كله تحت جوزي، جوزي انا ضلت 6 ايام بدور عليه ما بلاقي، بالاخير بعثوا لي صورته على الفيسبوك مع العالم صرت اشوفه انه انا عم دور عليه ما عندي حدا. رحت بعثوا لي خبر قال تعي شوفي هي الحالة حالة جوزك ونحن عم ندور. طلعت اجره، لما طلعت اجره طلع جوزي، انا ما شفته غير بالصورة وما خلوني اشوفه وين يعني دافنينه وين حاطينه ما بعرف، وراح جوزي ما شفته انا بس بالصورة شفته انه مطالعي لي بس من هون وهيك والباقي كله رايح مهرس يعني من الردم. طيب والدتك خير شو صاير معه؟ والدتي خطفوا لي اخي صغير 5 مرات، كل ما تشوفهم فاتوا علينا مسلحين، يفوتوا عن نسوان مسلحين، اجوا مرتين بدهم يقوسوا عنا بالبيت. اخي يكون مو عامل شيء كان موظف بمعمل الغاز. إيه قال هذا لا عميل مع الامن يعني عوايني. صاروا كل واحد يطلع ويجي على الشام عوايني، صاروا يذبحوا. إيه اخي صاروا يلحقوا يفكروا يعني رتبه او شيء، قالوا له انت عوايني عم تشتغل بمعمل الغاز، انت عوايني عم تجيب اخبار للامن. قاموا ما عاد خلوه حجزوهن ليك اوراقه معه كل شيء موجود معنا. والدتي زعل 5 جلطات على اخي، هجوع ما يخلوني اطعميه اكل بالمنيه، مصاري انا ما معي اصرف على امي، يعني بقول لهم اذا ما بدكم يا اخي يشتغل صرفوا انتم على امي، يقولوا لنا نحن ما لنا علاقه، انت تصرفي على امك واخوك يصرف عليكم، اخي ما عم يخلوه يطلع لبرا يشتغل. ايه ما معي انا اصرف على امي وحاجزينا هيك بس، يعني بس هيك حاطينا مثل الأسرة. يعني مع دخول الجيش العربي السوري كثير انبسطنا، صرنا ننام، صرنا يعني بأمان الحمد لله، كثير يعني هلا مطمنين كثير، صرنا ننام يعني عن جد صرنا أحسن من أول، يعني كثير أول كنا بظلم بس هلا الحمد لله والله غير شكل، الله يديمهم على راسنا يا رب. كثير كثير يعني هلا صرت احط راسي ولو صرت اشلح، كنت اول والله ما بسترجي يعني بشلح بنوب بنوب، الحمد لله هلا صرنا نطمن يفتلوا تحت البنايات، يعني طمنا انه في حدا يحمينا. اول شيء لا والله ما في حدا يحمينا، اول شيء كنا نخاف من القتل نخاف من الذبح لانه كثير كثير خطفوا عالم من هون، يعني يظلموا عالم كثير خاصه اذا تجيبي سيره يعني امن او شيء هون بجنوا عليك يفكروكي عوائنيه دغري، يعني بياخذوكي دغري. لا هلا الحمد لله مبسوطين بدخوله علينا الحمد لله والله، واكل وشرب الحمد لله.